ارتفاع عدد الإصابات بكورونا أدى إلى ازدياد الإقبال على أدوية ألم الرأس وكذا تخثر الدم، الأمر الذي دفع بمفتشي وزارة صناعة الصيدلانية إلى تنظيم حرجات تسعى لتنظيم توزيع الأدوية ومحاربة المخالفين. وضع السيد الوزير بهذا الخصوص تسخيرات باش توزع الكميات يعني اللي مصنعة أو مستوردة يعني على مستوى الصيدليات المدينة في أجل ما تجاوز 48 ساعة، وهناك يعني دورات تفتيشية راهي تقوم حاليا يعني بمراقبة مدى احترام الموزعين لهذا التسخيرات. يعني كانت وزعت منذ شهر نوفمبر إلى منتصف شهر جانفي حوالي أو أكثر من 2 مليون و100 ألف علبة. نحن هنا الآن عند مؤسسة صيدلانية لتوزيع الأدوية بالجملة، تم إعذارها قبل 48 ساعة نتيجة وجود كميات معتبرة من مضادات الألم ومضادات التخثر بالمخزون، حيث تم تقديم إعذار لهذه الشركة ومنحها مدة 48 ساعة لتحرير كل المخزون وجعله في الصيدليات. آلاف الأدوية تخرج من نقاط البيع هذه وكذا المصانع لتتجه نحو البيع بالصيدليات، المستشفيات وكذا تجار الجملة وبشكل يومي منظم. والحمد لله الآن نشهد تطور ملحوظ بازدياد كميات الإنتاج، وهذا نراه باسكو بدأنا بمليون فاصل 2 جرعة ولحقنا حاليا إلى 3 ملايين جرعة في الشهر. فيما يخص مثلا باراسيتامول يتم توزيع حوالي 7000 إلى 15000 علبة عبر التراب الوطني، وفيما يخص مضادات تخثر الدم نقوم بتوزيع من 500 إلى 1000 يوميا عبر كل تراب الوطني. لتكون آخر مرحلة هنا برفوف الصيدليات التي تعتبر نقطة وصل مع المواطن. وحنا في مستوى الصيدليات كل يوم يخلص الدواء هذا، لكن غدوة من ذاك تجي طلبيات أخرى، يعني شغل كاين توتر. أنا عندنا طلبيات تجي يوم مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات في الأسبوع. سعيا منها لمحاربة المضاربة والندرة المفتعلة في الأدوية وبغية توفيرها، تعمل وزارة الصناعة الصيدلانية على تتبع مسار هذه الأدوية من المصنع إلى وصولها للمريض الذي يحتاجها فعلاً.